أعلنت جمعية رسالة عن توزيع 500 لحاف على 500 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك داخل 10 قرى في محافظة المنيا. يأتي ذلك ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث يتم التوزيع وفق عدة شروط ومعايير تنطبق على الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة في محافظة المنيا. احنا بنستهدف قرى في محافظه المنيا. القافله بتاعتنا النهارده بنشتغل فيها توزيع الحفه بمناسبه فصل الشتاء ومواد غذائيه. الحاجات دي بنوزعها على الاسر المستحقه اكثر استحقاقا مع التحالف الوطني التنموي، وان شاء الله يعني احنا مستهدفين اكثر من 10 قرى، منهم قريه صفد خمار وبني شيبه وعقيله يوسف، يعني اكثر من قريه بنشتغل فيها ان شاء الله. بنستكشف القرى دي وندور على اكثر استحقاقا، وده بحيث ان احنا بنوزع للأسر المستحقة فعلا بمناسبة الشتاء والبرد. بنوزع معنا النهاردة توزيع حوالي 500 لحاف، 500 شنطة غذائية وحاجات كتير يعني من المساعدات اللي بنقدمها أثناء القافلة إن شاء الله.